السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو اليوم هو فيديو كتير مهم، لأنه أغلب الطلاب راسلونا على صفحة الإنستغرام وقالونا أنه ننزل لهم فيديو عن كيفية التسجيل على جامعة أتاتورك، لأنه يعني هنا بحثوا كتير، يبدو أنه باليوتيوب ما في هيك فيديو. فلهيك أنا بتمنى أن الجميع قبل ما نبلش هذا الفيديو إن شاء الله أنه يحط لايك على هذا الفيديو ويشترك في القناة ويشارك هذا الفيديو مع جميع الطلاب، وخاصة مع الطلاب اللي لسه ما وصلهم قبول جامعي، مشان إن شاء الله يستفيدوا ويكون هذا الفيديو هو وسيلة لأنهم يكونوا حصلوا على مقعد. طبعا قبل ما نبلش هذا الفيديو مثل ما قلنا لكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة مشان إن شاء الله تعمل فائدة على الجميع. طبعا بالبداية أصدقائي، لما أول ما تفتحوا اللينك اللي حنحط لكم إياه بصندوق الوصف راح تطلع لكم هاي الصفحة. طب مثل ما بتعرفوا نحن بأي جامعة بدنا نبلش بالتسجيل عليها، نحن لازم نسجل بالسيستم اللي خاص فيها، خصوصا جامعة أتاتورك يعني إلى صراحة السيستم الخاص. فلهيك أول ما بتعملوا بتروحوا بتحطوا على كلمة كايدل اللي موجودة في اللون الأزرق تحت، اللي هي يعني سجل، بيطلع لكم هاي الصفحة. هاي الصفحة عم بقولكم إنه لازم تعبوا فيها معلومات شخصية مشان نحن نقدر إنه نعملكم حساب. طبعا عم بيقول إنه أي شيء خطأ بتدخلوا ما رح تقدروا تغيروا، لأنه بتكونوا أنتوا دخلتوا الحساب على أساس هاي المعلومات. فأول شيء بيطلب منكم معلومات شخصية، أول شيء بيقولكم حطوا إي بوستا يعني إيميل، بعدين بيطلب منكم إنكم تحطوا رقم جواز السفر، بعدين بيطلب رقم كملك تركي. لاحظوا معي هون رقم كملك تركي إذا موجود، إذا ما أنا موجود ما تحطوا. بعدين بيطلب منكم اسم، بعدين بيطلب منكم كنية، بعدين بيطلب منكم الجنس ذكر أو أنثى، وبعدين الجنسية، فإذا أنت تركي أو سوري أو عربي، أو أنت حتى مثلا سوري مجنس فبإمكانك تحط الجنسية. بعدين بيطلب منك اسم الأم، وبعدين اسم الأب، ومكان الولادة، وتاريخ الولادة. طبعا هاي المعلومات كلياتها معلومات يعني طبيعية يعني وبديهة لأي طالب عم بسجل على الجامعة. طبعا بعدين بيطلب منكم الشفرة، الشفرة لازم تكون مؤلفة من 8 خانات مشان انتو تقدروا انكم تعملوا الحساب. بيطلب معكم كمان تكرر الشفرة مرة تانية مشان يتأكد انك انت دخلت الشفرة صح. وبعدين بيطلب منك معلومات بقى هلا العنوان، فأول شي بيطلب منك الدولة، بعدين المدينة، والعنوان النظامي، وبعدين الهاتف. وبعدين بعد ما تخلص تعبئة كل هاي المعلومات، بس بدي نوه على أمر هون بهاي الصفحة، إنه رجاءً حطوا البريد الإلكتروني يكون شغال ومفعل بشكل نظامي مشان أنتوا تقدروا، يعني لأنه رح يبعث لكم هلا، أنه رح فرجيكم كيف رح يبعث هو لينك أنتوا على أساسه لازم تشتغلوا عليه. طبعا أصدقائي هلا بعد ما تعبوا مثل أناكم هاي المعلومات، بتحطوا على باشورو كشولارو أقدم. طبعا أنا ما رح نزل هذا، بس هو المهم أصدقائي بتحطوا على هذا المربع، وبعدين بتحطوا كايدل بالأزرق يعني إنه سجل. فبعد ما تسجلوا أنتوا، طبعا أنا ما رح أحط لها لأني أنا سجلت المعلومات، رح تجيكم رسالة على الإيميل. هلأ رح فرجيكم الإيميل كيف ممكن تجي الرسالة عليه. هلأ بيقول لك هون بهذا الايميل اللي رح يجيك، بيقول لك انه مشان يتنشط حسابك اضغط على هذا اللينك. فانت شو بتعمل؟ تروح وبتضغط عليه. اوكي، هلا عم يفتح لنا الصفحه. طيب هو قال لي انه انت حسابك تنشط مشان انت تعمل دخول على هاي الصفحه، وانا هلا راح سجل دخول. طبعا الامر بمنتهى البداهة يعني ما بده اي شيء. طيب بعدين بتحطوا كلمة السر، وبعدين بتحطوا قريش دخول. اوكي، لاحظوا معي هلا اول ما عمل فات على الحساب. هلا هذا كتير ضروري لأي طالب بده يسجل هون إنه يعمل إنه يدقق معي خطوة بخطوة بهذا التسجيل. أول شيء أول ما تفتح بيقولك إنه حمل صورة، فأنت شو بتعمل؟ بتروح على حساب إشلملري،
بتروح على كيشيسال بالجاليري، يعني معلومات شخصية. شوف ولاحظ كل شيء هون انا كنت مدخلته، طبعا انا مدخله معلومات لا على التعيين، ما انه اشياء كتير صح. بعدين بتروح على ريسيم يوكلو، يعني انه حمل صورة. طبعا انا هلا ما رح حمل صورة لاني مو بالضرورة، بس انت بتروح بتختار ملف وبتحمل صورتك. بس لا رح اقرأ لكم الملاحظات الموجودين لانه مهمين، انه قايل انه للصورة اغلب الطلاب اللي عم بصير فيها مشاكل انه بتحمل مثلا الصوره بتكون حجمها اكثر من 2 ميجا او 1 ميجا، هون طالب 2 ميجا ولازم تكون اما بي ان جي او جي بي جي، فانت لازم تنتبه لهذا الموضوع. بعدين بتروحوا على الاورنجي قضية اللي هو يعني اعمال الطالب، تروحوا على كلمه باشفورو. اوكي طيب هون عم بيقول انه ما في تقويم، انا رح احاول اني اروح هون. اوكي طيب هلا انتم اللي رح تعملوا انه رح تروحوا على الاكيار ليشترمي باشفورو على الموجود هون، لانه انتم رح تفاضلوا على المفاضله الثانيه. اوكي هلا عم بيقول انه دخل اول انت ما تعمل اي ترجيح لازم تحط انت نوع جنسيتك. فانت اذا كنت سوري مجنس تختار تشيفتي وطن دشلك، لانه يعني تشيفتي وطن دشلك يعني جنسيتين. اما اذا كنت انت تركي الاصل فبتختار تيجي وطن دشه، واذا كنت ما كنت تركي انت كنت اردني سعودي مغربي اي شيء فبتحط اول مايا. طبعا انا راح اختار انه للسوري وبتحط قاعده يعني حفظ. اوكي هلا بيقول انه انت السنه اللي بدك تعمل فيها الترجيح لاي سنه، انت لازم تختار 2019 2020. تمام هلا بيقول لك هون بتختار الامتحان انه انت كيف بدك تعمل الامتحان. تلاحظوا هي بتقبل بامتحانات معينه لليوز مثل اتاتورك اديمان ايدن باشكن. لنفرض مثلا انتم مقدمين غازي عنتاب مثلا، ممكن يكون مثلا العلامه 76 وبعدين بيقول لك حمل الملف. بس انا لازم احمل الملف. اوكي يمكن هو قال لي انه لازم يكون اقل من 3 ميجا، فانا لازم اختار ملف يكون مانو 3 ميجا. ممكن اني اختار مثلا اي ملف بي دي اف. المشكله انه الملفات كلهم موجودين فوق 3 ميجا، ممكن نختار هذا. اوكي بنحط بعدين قايده. بس انا راح اقول لكم كيف بدكم تشتغلوا لبعدين. بعد ما تعبوا هذا الفورم بتحطوا قاعدة. بعد ما تحطوا قاعدة طبعا انا شوي عندي الانترنت ضعيف، بتطلع لكم صفحه انه لازم تعبوا فيها معلوماتكم الشخصيه. راح تكون جدا الصفحه سهله، هو فقط انكم تختاروا الشهاده وبتحطوا علامتها مع علامه اليوس، وبعدين بتحطوا بالاخير كمان قاعدة، وبعدين بتحطوا ترجيحاتكم بتحطوا قاعدة. فهيك بيكون انتهى التسجيل على جامعة اتاتورك يعني. واللي بينتهى من التسجيل ياريت تكتب لي تم في التعليقات مشان انا اعرف انه الجميع ان شاء الله كان اموره تمام. ومثل ما قلت لكم بداية الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتحطوا لايك على هذا الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو مع الطلاب، وخاصة مع الطلاب اللي لسه ما وصلهم قبول جامعي، مشان ان شاء الله يكون هذا الفيديو هو وسيلة لقبولهم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.